السلام عليكم. استكمل شرح في مادة التقنية في الشابتر الثالث اللي هو Recombinant DNA Technology، وراح يكون الشابتر الأخير بمادة الفيرست إن شاء الله. موضوع Recombinant DNA Technology بشكل عام كان عليه دراسات من خلينا نحكي من الـ يعني من الأيام التسعينات بشكل أساسي. Recombinant DNA Technology بشكل بسيط جدا إنه إحنا نمسك الـ DNA، نعمل عليه شوية modification، ناخذ الجين أوف إنترست تاعنا، نعمل له كلونينج، أو خلينا نعمل له insertion في فيكتور معين. هذا الفيكتور بيكون مثلا عبارة عن دي ان اي بلازمد احنا ماخدينه من بكتيريا او ما الى ذلك. بعديها بمسك هذا الفيكتور بحطه داخل بكتيريا معينة او داخل فيروس او اي شيء من هذا القبيل، وبصير بعديها يطلع لي جين اوف انترست بكميات اكبر، وبقدر استخدمها بالعديد من المجالات. خلينا نبلش بالشكل الاساسي اللي هو موضوع الانترودكشن للريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي اند دي ان اي كلونينج. بال1970 موضوع الكلونينج اللي هو الاستنساخ كان يعني صار حقيقة، وصار بقدر اشي اني اقدر خلينا نحكي اطبقه على الارض الواقع. معنى كلون، ايش يعني كلون؟ اللي هو خلينا نحكي يعني كوبي بيست، او انه انا انسخ. هو عبارة عن انه بقدر صارت عندي القدرة انه انا انسخ مولكيول سيل اورجانيزم ذات ويل بروديوس فروم انذر سنجل انتيتي، اللي هي خلينا نحكي يعني الانتيتي اللي هي كيان اخر او مخلوق اخر، يعني مش نفس الفينوتايب والجينوتايب، ما لهم دخل ببعض. يعني على سبيل المثال امسك مثلا الانسولين مثلا جين، اروح اعمل له انسيرشن في الايكولاي واخلي الايكولاي تنتج لي انسولين. هذا الموضوع ما كان يعني، هي بالعاده البكتيريا ما بتنتج لي انسولين، ولكن عن طريق الكلونينج انا صرت اقدر اعمل هذا. ايش هذا الاشي؟ بالنسبه لموضوع الكلونينج كيف صار بوسيبل، في عندنا شغلتين اساسيات اللي هي ريستريكشن انزيم، وفي عندي البلازمت دي ان اي فيكتور. restriction enzymes هي enzymes عبارة عن شغلتها وعملتها زي scissors اللي هي زي المقصات، بتمسك الدي ان اي بتقطع لي اياه، بتعمل له cutting تمام في الاماكن اللي انا بدي اياها عند مناطق اسمها restriction site تمام، عشان تطلع لي الجين اوف انترست. بعديها جين اوف انترست بروح بركبه سياره، هاي السياره اللي هي الفيكتورز، خلينا نحكي اللي هي البلازمت دي ان اي فيكتور، عندها قدره على انها اكسبت اللي هي تستقبل هذا الجين اوف انترست، تعمل له كاري، واخر شيء يعني انه خلينا نحكي تنقله او تضل موجوده داخل البكتيريا. بعديها الفيكتور زي بروح بحقنها داخل بكتيريا او داخل فيروس زي ما تكلمنا، وبعديها بنتج البرودكت اللي انا بدي اياه اخر شيء. بالنسبه للريستركشن انزيم وين وجدناهم؟ وجدناهم بالبكتيريا بشكل عام كات دي ان اي باي كليفينج ذا فوسفوداي ايستر بوند، فوسفوداي ايستر بوند اللي موجوده بين النيوكليوتايد زي ما تكلمنا سابقا. باي تو ريكوجنيشن اند كات دي ان اي وذ ان سبيسيفيك سيكونس اوف بيسز، ما بتقطع الدي ان اي باماكن عشوائيه، ولكن هي بتقطعه عند منطقه محدده اللي هي اسمها ريستركشن سايت. ايتش ريستركشن سايت is palindrome read same forward and backward of the opposite strand of DNA. palindrome هي كلمة أصلا معناها إنه أنت لما تقرأ من اليمين نفس لما تقرأ من الشمال. فعلى سبيل المثال البالندروم هي منطقة بتكون داخل الريستريكشن سايت، أو هي عبارة عن ريستريكشن سايت، بتكون مثلا يعني خلينا نحكي من 5 لـ 3 عبارة عن سي جي اي اي تي. لو قرأنا من 3 لـ 5 راح تكون برضه نفس الشيء عفوا سي جي اي اي تي. هاي النقطة اللي هي بتكون عبارة عن 4 أو 5 بير بيسز، بتكون ايش، او بيس بيرز عفوا، بتكون عبارة عن البالندروم. خلينا نشوفها ونرجع. خلينا نحكي هاي هي المنطقة تاعت البالندروم بشكل اساسي. يعني عندنا هون شوفوا من 5 لـ 3 لما اجي اقرا جي اي اي تي تي سي، لما اجي اقرا من 5 الى 3 في الستراند الثانيه بيكون عندنا نفس الشيء جي اي اي تي تي سي او 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 جي، نفس الفكره. يعني هاي عباره عن كوبي من هاي، ولكن بطريقه ايش، بطريقه معكوسه خلينا نتكلم بشكل عام. وزي ما حكينا هذا البلندروم بيكون عبارة عن 4 أو 6 نيوكليوتايد، أو خلينا نحكي لما يكون في عندي نيوكليوتايد هون مع نيوكليوتايد هون، هاي بنسميه بيس بير، فبالتالي هي بتكون من تقريبا 4 لـ 6 بيس بير. وضروري نحكي إنه ليش الريستريكشن انزيم أصلا موجودة في البكتيريا؟ هي بتكون موجودة في البكتيريا كديفنس ميكانيزم، على أساس إنه إذا دخل عليها دي إن إيه من الخارج تعمل له دي إن إيه من الخارج، وغالبا بيكون من الفيروس. الفيروس عنده قدرة إنه يهاجم البكتيريا، فبالتالي هي عندها ريستريكشن انزيم عشان تحمي حالها وتعمل هيدروليسيس او ديجريديشن لهذا الدي ان اي اللي بيدخل عليها من الفيروس.
بالنسبة للبلازمد، إذا تكلمنا عن الستركشر إنزايم خلينا نتكلم عن البلازمد. البلازمد هو عبارة عن سمول سيركولار بيسز اوف دي ان اي فاوند برايمري ان بكتيريا. زي ما أخذنا الريستركشن إنزايم من البكتيريا، بناخذ أيضا البلازمد من البكتيريا. البلازمد عبارة عن دي ان اي حلقي، يعني مسكر على بعض، وعنده قدرة على إنه يعمل خلينا نحكي ريبليكيشن بشكل يعني بشكل اتسلف، يعني باي اتسلف، ما بيعتمد على أي شيء آخر. وأيضا موقعه مميز، موقعه ما بيكون داخل الكروموسوم اللي هو منطقه تخزين الدي ان اي، ولكن هو بيكون بيسبح بالسيتوسول او السيتوبلازم، فبالتالي هو اكسترا كروموسومال دي ان اي بيكوز ذي ار ان ذا سيتوبلازم ان اديشن تو بكتيريال كروموسوم. وايضا مميز بحجمه جدا جدا صغير اللي هو من 1 ل 4 كي بي. كي بي اللي هي كيلو بيس، كيلو بيس اللي هي عباره عن 1000 بيس من النيوكليوتايد، فبالتالي هو طوله من 1000 ل 4000 بيس فقط من النيوكليوتايد. برضه زي ما تكلمنا عنده القدره على انه يعمل ريبليكيت اندبندنتلي وفي كروموسوم، وايضا كان بي يوزد از ا فيكتور زي ما تكلمنا، اللي هي عباره عن بيسز اوف دي ان اي ذات كان عندها ثلاث شغلات: اكسبت وكاري وريبليكيت اذر بيسز اوف دي ان اي. فانا بجيب ريستركشن انزيم، بقص الجين اوف انترست، بعد ما اقصه بروح بالريستركشن انزيم ايضا بقص البلازمد، بعديها بيكون في فراغ بالبلازمد، بروح بجيب الجين اوف انترست وبعمل له انسيرشن داخل هذا الفراغ اللي موجود على البلازمد، فبصير هذا اسمه فيكتور حامل للجين اوف انترست تاعي، بعديها بمسكه بعمل له ترانسفير للمين، او خلينا نحكي اللي هو ترانسفورميشن اوف بكتيريا سيل، بروح بمسك هذا الفيكتور وبنقله داخل البكتيريا اللي بتكون موجوده ايش عندي. نفس الفكره هون زي ما تكلمنا انه احنا عندنا هاي البالندروم، هاي اللي هم ريستريكشن انزيم، قصه طلع عندي الجين اوف انترست، بروح بعمل بجيب اللي هو الكومبلمنتري تاعته وبروح بعمله انسيرشن داخل اللي هو البلازمد، تمام، او اللي هو عفوا الفيكتور بشكل عام او البلازمد، بعديها بانزيم اللايجيز بروح بربط لي اياهم مع بعض وبطلع عندي اللي هو ريكومبيننت بلازمد، بروح بدخله داخل البكتيريا فبيصير اسمها ريكومبيننت بكتيريا، او خلينا نحكي يعني بكتيريا معالجه جينيا، بعديها هاي البكتيريا بتصير تنتج لي وتعمل لي سيكونسينج انتاج جدا كبير وعدد اكبر من الجين اوف انترست اللي انا ايش بدي اياه. بالنسبه للريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي زي ما تكلمنا، هذا موضوع الريجوليشن، موضوع ما تكتشفوه مش كثير خلينا نحكي مهمه. بالنسبه للترانسفورميشن للبكتيريا، هي very inefficient process، تمام، a process for inserting foreign DNA into bacteria. الفكرة انه انا بدي امسك الدي ان اي اللي غريب على البكتيريا هذا اصلا، اللي انا جابه من مخلوق اخر، ممكن من انسان ممكن من الحيوان، واروح اعمل له حقن لداخل البكتيريا عن طريق شغلتين اساسيات. اول واحدة اللي هي الكيميكال ترانسفورميشن، مش مطلوب منا نعرف الخطوات ولكن فقط اعرف انه كيميكال ترانسفورميشن. الشغلة الثانية اللي هي الالكتروبوريشن، الالكتروبوريشن اللي هي عن طريق ان انا امسك البكتيريا اعرضها لتيار كهربائي معين، ومن خلال الكهرباء بصير في بورز او هولز صغيره، تايني هولز داخل البكتيريا، هاي الهولز الصغيره او الثقوب الصغيره الدي ان اي بيقدر يدخل من خلالها، وبعدها بدخل على البكتيريا وبضل موجود هناك. فبالتالي انا عندي طريقتين عشان اعمل ترانسفورميشن للفيكتور تاعي من الخارج لداخل البكتيريا، عن طريق الكيميكال ترانسفورميشن وعن طريق الالكترو اسبوريشن. بعد ما انا امسك البكتيريا، طبعا انا بكون مثلا عندي بليت او اجار من البكتيريا، بروح بضيف كل الفيكتورز عليها. هسه مش كل الفيكتورز راح تدخل داخل البكتيريا، فبالتالي راح يصير في عندي خليط من بكتيريا اللي هي نون ترانسفورم بكتيريا وبكتيريا اللي هي ترانسفورم بكتيريا. فانا بدي اعمل سيلكشن في هاي الحاله، بدي امسك البكتيريا اللي بتهمني، اللي هي بتحتوي على الجين اوف انترست، اللي بتحتوي على البلازمد، اللي بتحتوي على خلينا نحكي الريكومبيننت بكتيريا، بدي افصلها عن البكتيريا العاديه عن طريق شغلتين اساسيات، الشغله الاولى اللي هي الانتي بايوتيك سيلكشن، والشغله الثانيه اللي هي البلو وايت سيلكشن. الانتي بايوتيك سيلكشن بشكل اساسي، او قبلها خلينا نعرف السيلكشن، اتس ا بروسيس ديزاين تو فاسيليتيت ذا ايدنتيفيكيشن اوف ريكومبيننت بكتيريا وايل بريفنتينج ذا جروث اوف نون ترانسفورم بكتيريا اند بكتيريا ذات كونتين بلازميد وذاوت فورين دي ان اي. يعني الفكره بالموضوع انه انا السيلكشن بهمني احصل على البكتيريا اللي بتحتوي على البلازميد اللي بيحتوي على الفورن دي ان اي، فبالتالي انا بدي اتخلص من شغلتين، بدي اتخلص من البكتيريا اللي اصلا ما بتحتوي على البلازميد، وبدي اتخلص من البكتيريا اللي بتحتوي على البلازميد اللي ما بيحتوي على الفورن دي ان اي. انا هدفي شيء واحد، البكتيريا اللي بتحتوي على البلازميد اللي بتحتوي على الدي ان اي اللي بيحتوي على الجين اوف انترست، عن طريق شغلتين زي ما تكلمنا اللي هم الانتوبيتك سيلكشن اللي هو عباره عن بليت ترانسفورمد سيل
on a plate containing different antibiotic to identify recombinant bacteria and non-transport bacteria. طريقة يعني الفكرة وما فيها انه انا بحط مثلا antibiotic معينة، يمكن هاي antibiotic تقوم مثلا بقتل ال non-recombinant DNA، او تقوم مثلا خلينا نحكي بانها يعني بشكل او باخر ما بدنا ندخل بتفاصيل، هي طريقة للتفريق بين ال recombinant DNA او ال transformed bacteria وال non-transformed bacteria. بالنسبة للطريقة الثانية مش مطلوب منا الشرح تاعها، فقط مطلوب انه نعرف اسمها blue white selection. هذا موضوع الريكومبيننت، كيف بمسك البلازم بقطعه عن طريق الريستريكشن انزيم، بعديها بجيب مثلا انا السيل بجيب منها الدي ان اي، ومن الدي ان اي بجيب الجين اوف انترست، بعمل له حقن داخل البلازمت، وبعد ما اعمل له حقن بحط عليه اللايجيز بربطهم مع بعض، وبعد ما يربطهم مع بعض بروح بحطه داخل الاجار، بصير عندي ترانسفورد بكتيريا بتحتوي على الجين اوف انترست تاعي، بروح بعمل لها سيلكشن وبجيب اللي هو المجموعة جدا كبيرة من الجين اوف انترست اللي انا حطيته داخل البكتيريا. اول منتج تم اختراعه عن طريق هاي العملية، او يعني الاول والثاني، الاول اللي هو الانسولين، الثاني اللي هو الجروث هرمون. First the human protein expressed via recombinant DNA technology اللي هو الانسولين، and next اللي هو ايش الجروث هرمون. كلون human insulin DNA sequence into plasmid، يعني مسكنا ال DNA sequence تاع الانسولين حطيناه في plasmid، and the bacteria cell were then used to synthesize the protein product of the clone genome. بعدها مسكنا هذا البلازمت حطيناه داخل البكتيريا، can generate lots of pure protein via this technique. احنا بنقدر ننتج العديد من البروتين اللي بتكون بيور عن طريق هاي التكنيك اللي هي recombinant DNA technology. بعد ما تكلمنا عن الريستريكشن انزيم وتكلمنا عن الفيكتور، بدنا نحكي شوي صغيره عن الاستراكشر تاع الفيكتور تاعي، شو لازم تكون فيه صفات، وشو اصلا خلينا نحكي الاستراكشر تاعه. اول شيء لازم يكون حجمه جدا جدا صغير على اساس انه يدخل، لازم يكون small enough to be separated from chromosomal DNA of the host plasmid. لما انا ادخله على البكتيريا لازم يكون حجمه جدا صغير على اساس انه يعني ينفصل عن الكروموسومال دي ان اي بكتيريا، وما يضل مثلا محيط فيه او ما يكون بيندمج فيه بشكل عام، بدي اياه يضل بالسيتوبلازم، يضل يسبح في السيتوبلازم وما بده يروح على الكروموسومال دي ان اي، فبالتالي لازم يكون حجمه صغير انف، لازم يكون سمول انف. الشغله الثانيه، في عندنا منطقه في الفيكتور اسمها الاوريجين اوف ريبليكيشن اللي هي الاوري، سايت اوف دي ان اي ريبليكيشن ذات الاو بلازمت تو ريبليكيت اندبندنتلي فروم هوست كروموسوم. زي ما تكلمنا من صفات الفيكتور او البلازمت انه عنده القدره على انه يعمل ريبليكيشن اندبندنتلي، يعني بشكل مستقل عن الكروموسوم، لذلك هو عنده منطقه اسمها الاوريجين اوف ايش ريبليكيشن. الشغله اللي بعديها اللي هي المالتيبل كلونينج سايت، Multiple cloning site اللي هي المنطقة اللي هي recognition site for several restriction enzyme in which insert is cloned into، هي المنطقة اللي أنا بدي أعمل عندها cut على أساس إن أنا أحط الجين of interest تاعي مكانها. الجزء الآخر اللي هو selectable marker gene، وهو جزء مختص بشكل عام إنه يعني واحد من أجزاء الفيكتور أيضا، اللي هو بيساعد على إنه بيسمح للكلوني الكلونيز تاعوني اللي هو الجين of interest إنه يدخل داخل الفيكتور أيضا. وفي عندي الـ RNA polymerase اللي هو البروموتر سيكونس، يعني أنا في عندي sequence of nucleotide اللي هي البروموتر، هي بتمسك الـ RNA polymerase وبتخليه يبلش عمل في replication للـ اللي هو الـ خلينا نحكي الفيكتور تاعي، تمام، سواء كنا بالفيترو او بالفيفو. فبالتالي انا بحاجه لبروموتر عشان تبلش عمليه الترانسكريبشن عن طريق الار ان اي ايش بوليمريز. في عندي انواع عديده للفيكتورز، اول واحد اللي هو البلازميد فيكتور اللي تكلمنا عليه، وهو بيكون عباره كان كلون انسيرت ذات ار سمولر ذان 7 كيلو بيس، يعني بيقدر يحط جين اوف انترست تكون حجمها بحدود ال 7000 نيوكليوتات. خلينا نحكي سم اكسبريس يوكاريوتيك بروتين فروم جين بورلي. النوع الثاني اللي هو البكتيريوفيج فيكتورز، عندي الكوزميد فيكتورز، عندي الاكسبريشن فيكتورز، بكتيريو ارتفيشال كروموسوم، في عندي اليست ارتفيشال كروموسوم، في عندي تي اي فيكتورز. التي اي فيكتورز هاي بتكون موجوده في النباتات في العاده. الباك والياك ضروري نميز انهم هم فور هيومن جينوم، يعني يستخدموا للهيومن جينوم، فبالتالي انا في عندي الباك والياك هذول ايضا مهمين. بالنسبه لموضوع الدي ان اي ريكومبيننت، يعني الدي ان اي ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي، بعد ما صار في عمليات دراسات اكثر للدي ان اي تاع الانسان، بعد ما صرنا نعرف انه الجين الفلاني مثلا صار مسؤول عن افراز البروتين الفلاني، او صار يعطي انستراكشن للقيام بالوظيفه الفلانيه، صرنا نعمل خلينا نحكي مكتبات لهاي الجينز، او مكتبات للدي ان اي اللي بيحتوي على هاي الجينز. لانه مثلا المكتبه انت بتفوت عليها بتطول الكتاب اللي بدك اياه وبتشوف المعلومه اللي انت بدك اياها. خلينا نشبهها نفس الشيء هنا، الكتاب
خلينا نمثله بالبكتيريا او الفيروس. المعلومه اللي انت بدك اياها اللي بتكون موجوده جوا الكتاب هي الجين اوف انترست، انت بتكون مهتم بمعلومه معينه بجين معين موجود داخل كتاب معين اللي هي البكتيريا اللي موجوده داخل المكتبه اللي هي الدي ان اي لايبريز. فبالتالي هي تعريفها كولكشن اوف كلوند دي ان اي فراجمنت فروم ا بارتيكولار اورجانيزم كونتيند ويذن بكتيريا اور فيروسز از ا هوست. فبالتالي انا على سبيل المثال خلينا نضرب برضو الانسولين، انسولين دي ان اي، انا جبت الانسولين دي ان اي عملت له ايزوليشن من الانسان، رحت حطيته ببكتيريا وهاي البكتيريا خلاص حطيتها في المكتب اللي عندي. فبالتالي انا كل ما بدي اعمل انسولين بروح على هذه البكتيريا باخذ منها الجين اوف انترست او باخذ منها الدي ان اي اللي موجود فيها، فصارت حاليا خلينا نحكي ريكومبننت بكتيريا، بطلت بكتيريا عاديه. فبالتالي ايش صرت متى ما بدي بروح على هاي اللايبرري بطول الجين اوف انترست تاعي وبشتغل عليه بشكل عام. اللي هي تعتبر ايضا يعني سكرين تو بيك اوت ديفرنت جينز اوف انترست زي ما تكلمنا. في نوعين اساسيات، النوع الاول اللي هو الجينوم الجينوميك او الجينوميك دي ان اي لايبريز، والنوع الثاني اللي هو الكومبلمنتري دي ان اي لايبريز. جدا جدا مهمين يا جماعه وبيجي عليهم اسئله كثير، ضروري نعرف الادفانتجز disadvantages وتعريف كل واحدة منهم. أول واحدة اللي هي الجينوميك لايبريز. الجينوميك لايبريز خلينا نحكي هي لايبريز بتخزن الجين كدي ان اي ككروسوم كروموسومال دي ان اي from the tissue of the interest is isolated and digested with an restriction enzyme which produce many fragments that include the entire genome. بروح على الدي ان اي، بروح على اللي هو على الجين اوف انترست تاعي، بعمل له تقطيع عن طريق الريستريكشن انزيم اللي هي بيقطع بالنهايه كل الجينوم اللي بيكون موجود داخل الدي ان اي. بعديها بجيب الفيكتور، والفيكتور از دايجستد وذن ذا سيم انزيم، بجيب الفيكتور بحطه ايضا على اللي هو الريستريكشن انزيم. فبالتالي الريستريكشن انزيم راح يقص عفوا اللي هو الفيكتور عند الريستريكشن سايت اللي هي بتكون مناسبه للسايت للجين اوف انترست اللي بده يجي يلصق محل اللي هو منطقه القطع اللي صارت بالفيكتور. بعدها بيجي الدي ان اي لايجيز از ديو تو لايجيت جينوميك دي ان اي فراجمنت اند ذا فيكتور دي ان اي. بيجي اللايجيز بربط هذول التو دي ان ايز مع بعض. Recombinant vectors are used to transform bacteria and theoretically each bacteria will contain the recombinant plasmid. بروح بجيب اللي هو الأجار أو اللي هو البتري ديش بتكون محتوي على بكتيريا، بمسك البلازميد بزته على هذا البتري ديش وبفترض انه جميع البكتيريا صارت ريكومبيننت بكتيريا او صارت تحتوي على الريكومبيننت بلازميد. طيب شو الديس ادفانتجز لهذا اللايبراري للجينوميك لايبريز؟ اول شيء انه انا قاعد بنقل كل الدي ان اي، قاعد بنقل كل الجينوم، فبالتالي انا قاعد بعمل كلونينج للانترون والاكسترون، الاكسون والانترون عفوا. الانترون زي ما بنعرف عباره عن نون كودينج نيوكليوتايد، فبالتالي هي ما لها اي داعي وعددها جدا 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 ضخم مقارنه في الاكسون. فبالتالي انا قاعد بعمل كلونينج لمجموعه جدا كبيره من البيس من البير بيسز على الفاضي. فبالتالي واحده من الديس ادفانتجز لانه انترونز ار كلوند ان اديشن تو اكسونز، وبنعرف انه احنا الماجوريتي اوف ذا جينوميك دي ان اي از انترون ان يوكاريوتيك، سو ماجوريتي اوف ذا لايبراري ويل بي كونتيننج نون كودينج بيس اوف دي ان اي. راح تكون اللايبراري تاعتي الكتب تاعتها عباره عن صفحات فاضيه، ما دام انا في انترونز قاعد نعمل لها كلوند في صفحات فاضيه عفك. فبالتالي هذا شيء جدا جدا سيء. النقطه الثانيه او الديس ادفانتجز الثانيه انه many organisms have a very large genome so searching for gene of interest is difficult. انا لما اعمل كلونينج لكل الجينوم يا جماعه الخير انا قاعد شغال على ملايين ومليارات النيوكليوتايد، يمكن يكون الجين اوف انترست تاعي اكم من 1000 مثلا نيوكليوتايد، فبالتالي انا بدي اقعد ادور عليه بالملايين ومليارات، فبالتالي هذا يجي جدا جدا صعب، اضافه الى consuming. فبالتالي disadvantages انا قاعد بعمل كلون للانترونز مع الاكسونز هو بيعمل كلون لكل الجينوم، فبالتالي الجينوم تاع الاورجانيزمز بتكون جدا كبيره، فبالتالي صعب اجيب اللي هو الجين اوف انترست تاعي. الشغله اللي بعديها اللي هي تايم consuming. بالنسبه للنوع الثاني اللي هو السي دي ان اي لايبريز او الكومبلمنتري دي ان اي لايبريز، جدا جدا مهمه هاي السلايد يا جماعه. ليش سميناها كومبلمنتري دي ان اي لايبريز؟ خلينا نشوف، احنا هون بنخزن المعلومات على شكل mRNA مش على شكل DNA. ليش؟ mRNA from tissue of interest is isolated. انا بروح بشوف مثلا الجين اوف انترست او التيشو اوف انترست بطول منه mRNA، بعديها يا جماعة من mRNA بروح بصنع DNA. عشان هيك انا بعرف انه في عندنا اشي اسمه ترانسكريبشن. ترانسكريبشن هدفه او هو بيشتغل انه يحول DNA ل RNA
طب انا بدي احول ار ان اي لدي ان اي، شو بعمل؟ برجع ريفيرس، فبالتالي سميناها ريفيرس ترانسكريبتيز. انا في عندي انزيم اسمه ريفيرس ترانسكريبتيز، هذا شو بسوي؟ سينثيسيس اوف ا كومبلمنتري سنجل ستراند دي ان اي فروم ار ان اي اللي هو مسنجر ام ار ان اي، كولد كومبلمنتري دي ان اي بيكوز اتس اكزاكت كوبي اوف ذا ام ار ان اي. لما انا يكون عندي ام ار ان اي على سبيل المثال سي اي تي، بدي اروح احط عليه اللي هو مثلا جي بعديها A بعديها C، نسيت شو الأحرف اللي حكيتها، بس بشكل عام هي reverse. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي mRNA is degraded either with an enzyme or alkaline solution. ال mRNA لما كان عندي أول إشي بعد ما أطلع منه DNA عن طريق reverse transcriptase خلاص برميه ما بدي إياه، بروح بعمله degradation عن طريق enzyme أو عن طريق alkyl solution، بعديها طلعت عندي DNA strand أنا جبتها من ال mRNA. هاي ال DNA strand بدي أعمل لها complementary، فبالتالي بالتالي بجيب الدي ان اي بوليمريز تاعي بحط برايمر ايش، وبالتالي بعطيني بجيب الكومبلمنتري دي ان اي من الدي ان اي اللي انا صنعته من الام ار ان اي. نتمنى انها تكون وصلت. فبالتالي الخطوه الثالثه بجيب دي ان اي بوليمريز از ديو تو سينثيسايز سكند ستراند اوف دي ان اي تو كرييت دبل ستراندد كومبلمنتري دي ان اي. فهمتوا ليش سميت الدي ان اي؟ انا ببلش بام ار ان اي، من الام ار ان اي باستخدام ريفرس ترانسكريبتيز، ريفرس ترانسكريبتيز بجيب دي ان اي، والام ار ان اي بكسره بعمله ديجريديشن ب الكاين سوليوشن او انزيم. الدي ان اي بجيب الدي ان اي بوليمريز وبجيب بعمل من خلاله اللي هي سكند ستراند من الدي ان اي بسميها كومبلمنتري دي ان اي، فبالتالي عشان هيك صارت اسمها ايش اللي هي كومبلمنتري دي ان اي. طب انا لحد هاي الخطوه انا كنت بالجينوميك دي ان اي لايبراريز انا بخزن دي ان اي. طب انا ليش عملت كل هاي العجقه يا جماعه خير؟ عملت كل هاي العجقه عشان الهدف الاول والاساسي ما اعمل كلون اللي هم الانترونز، اعمل فقط للاكسونز، لانه الام ار ان اي زي ما بنعرفه ما بيجي من يعني ما راح يصير ترانسكريبشن لانترونز ويعطيني ام ار ان اي، فقط راح الاكسونز هي اللي بتعطيني الام ار ان اي. هسه راح نيجي للادفانتجز تاعنا. بعد ما طلع الكومبلمنتري دبل ستراند الدي ان اي تاعي بروح بحط عليه لينكر. هذا اللينكر يا جماعه الخير هو عباره عن دبل ستراند الدي ان اي سيكونس. ايش بيحتوي؟ بيحتوي على شيء بنسميه ريستريكشن انزيم ريكوجنيشن سايت. ايش اسمه؟ ريستريكشن انزيم ريكوجنيشن سايت. من اسمه هو عباره عن سايت للريكوجنيشن للريستريكشن انزيم. فبالتالي ايش؟ ريستريكشن انزيم بتيجي عند هاي المنطقه بتعمل كات، تمام؟ كات وذ ريستريكشن انزيم اللي هو الجين اوف انترست تاعي اللي انا بدي اعمل له كت، عشان بعديها ايش اروح اعمل انقله للفيكتور. لا ونفس الشيء بعمل كت للفيكتور وذ ذا سيم انزيم، وبعمل لايجيت اللي هو خلينا نحكي توصيل او تلزيق يعني فراجمنت تو كرييت ريكومبيننت فيكتور. بعديها هذا الفيكتور وين بروح فيه؟ بروح فيه على الريكومبيننت بكتيريا، او يعني بعمل له ترانسفورميشن او ترانسفير للبكتيريا اللي انا بدي اخليها تنتج لي هذا الجين اوف انترست. طيب شو الادفانتجز لهذا اللي هي اللي هي الكومبلمنتري دي ان اي لايبراريز؟ اول شيء كولكشن اوف اكتيفلي اكسبريسد جين. الجينز اللي انا بعمل لها كولكشن في هاي اللايبراري بتكون اكتيفلي، بتكون شغاله، بتكون يعني مش انه منظر ما لها اي كود معين. ان ذا سيل اور تيشو فروم ويتش ام ار ان اي واز ايزوليتد. الام ار ان اي محل ما عملت له ايزوليشن بيكون في له خلينا نحكي انستراكشن معين، بيكون في له امر معين. النقطة الثانية اللي هو انه انا بعض الجينات ما بقدر اعمل لها خلينا نحكي سكريند، او ما بقدر اعمل لها ايزوليشن الا تحت ظروف معينة. فانا عن طريق الدي ان الكومبلمنتري دي ان اي لايبراريز بقدر احط هذا السيل اللي انا بدي اطول منها الدي ان اي اوف انترست تحت سيرتين كونديشن معينة. لما احطه تحت سيرتين كونديشن راح يصير في اكسبريشن، راح يصير في ابريكيوليشن لهذا الجين، وباستخدام هاي الطريقة بقدر اعمل له ايزوليشن. ومن هاي النقطة احنا بنقدر نعرف disadvantages للكومبلمنتري دي ان اي libraries. بالنسبه للام ار ان اي يا جماعه الخير هو يعني خلينا نحكي جزيء ما بيطلع الا لما يصير للجين تاعه اب ريجوليشن. فبالتالي الام ار ان اي مش دائما بيكون موجود، مع العلم انه بيكون موجود. يعني خلينا نحكي انه انا الخليه تاعتي في النقطه الفلانيه من الزمن ما صنعت ام ار ان اي. ليش؟ لانه كان في داون ريجوليشن لهذا الجين، فبالتالي بهذا الوقت انا ما بقدر ايش، ما بقدر امسك الام ار ان اي تاعي. فبالتالي
can be difficult to make the complementary DNA library if first tissue with an abundant amount of mRNA for gene is not available. يعني تركيز الـ mRNA مو واحد بكل الجينات، لأنه في جينات بتكون highly regulated وجينات بتكون down regulated. فبالتالي أنا يمكن أفكر إنه الـ mRNA مش موجود، مع العلم إنه هو موجود ولكن صاير له down regulation. فهمتوا الفكرة؟ يعني أنا ما بقدر أعمل complementary DNA library لـ mRNA في حال إذا كان صاير له down regulation. عشان هيك النقطة الثالثة، إذا أنا حطيته في condition أعمل له up regulation، بقدر أجيب الـ mRNA تاعتي وبقدر أصنع الـ complementary DNA library تاعتي. النقطة الثانية، أو خلينا نحكي ننتقل لموضوع ثاني، في اللي هو موضوع إنه كيف أعمل identification أو كيف أعمل cloning لجين أوف إنترست تاعي. في عندي إشي اللي هو colony hybridization، مش مطلوب من التفاصيل بشكل عام، ولكن لازم نعرف شغلة أساسية. مبدأ العمل تاعها، مبدأ العمل تاعها يا جماعة الخير، إنه أنا بيكون في عندي الكروموسوم بيحتوي على الجين أوف إنترست، بيحتوي على اللي هو الجين أوف إنترست عبارة عن إيش؟ عبارة عن sequence of a nucleotide. طيب السيكونس اوف النيوكليوتايد هاي انا بكون عارفها وبكون عارف جزء منها. لما اعرف هذا الجزء منها بروح بعمل كومبلمنتري ستراند اوف، خلينا نحكي بروح بعمل سيكونس اوف النيوكليوتايد which is complementary to the gene of interest. هذا الاشي بنسميه بروب. تعريف البروب يا جماعه خير جدا جدا مهم، هو عباره عن، اكتبوه، عباره عن سيكونس اوف النيوكليوتايد which is complementary to the gene of interest. فبالتالي انا لما امسك اللي هو مثلا الدي ان اي تاع الدي ان اي اللي بيحتوي على جين اوف انترست تاعي، اروح احط عليه بروب. هذا البروب راح يروح يرتبط بهذا البروب عباره عن، خلينا نحكي الانتي كودون. بديش اسميه الانتي كودون، عباره عن يعني مثلا لو كان عندي سي سي سي، البروب بيكون جي جي جي. فهمتوا؟ فبالتالي انا لما امسك البروب واحطه على الدي ان اي اللي بيحتوي على جين اوف انترست تاعي، البروب راح يمسك فيه، راح يرتبط فيه. بعديها بكون حاطط على البروب مثلا داي معينه، او بكون حاطط له لون معين، او بكون مثلا بيكون هو اصلا راديو اكتيف نيوكليوتايد، او بيكون فلوريسنت تايب. بعديها لما انا اعرضه مثلا لليو في او ل يعني اشعه معينه، هذا البروب بيضوي. هذا البروب لما يضوي بيحكي لي هي الجين اوف انترست تاعي. هذه هي الفكره. كولوني هايبريدايزيشن، ليش سميناها هايبريدايزيشن؟ لانه انا عملت هايبريدايزيشن بين البروب والجين اوف انترست تاعي. مش مطلوب بشكل عام كولوني اوف يعني الهايبريدايزيشن اكثر من هيك. طيب الشغلة الثانية، في عندي طريقة أيضا يعني جدا جدا جميلة، اللي هي البوليمريز تشين رياكشن، واللي تم تصنيعها واكتشافها في 1980. جدا جدا لطيفة، ويعني الدكتور حكى لنا إنه الجماعة أخذوا عليها جائزة نوبل. خلينا نحضر عليها فيديو. Thank you.
طيب هذا هو البوليمريز تشين رياكشن. بتمنى الفيديو كان واضح. خلينا نبدا بالشرح. هسه الشرح ان شاء الله راح يكون اسهل وراح يوضح الفيديو. زي ما شفنا بالبدايه البوليمريز تشين رياكشن هو بيعتمد على انزيم البوليمريز اللي هو او الدي ان اي بوليمريز. خلينا نحكي هو عباره عن تكنيك for making copies or amplifying a specific sequence of DNA in a short period of time. زي ما شفنا بالفيديو كان في عندي sequence of nucleotide, sequence of DNA واحد عملت له copy, بعدين عملت له amplifying. amplifying يعني تضخيم جدا كبير كبير في العدد ب specific sequence خلال فترة زمنية قليلة. زي ما شفنا بالفيديو بأربع ساعات فقط قدر انه يعمل اكثر من مليون نسخة من الجين اوف انترست. شو كانت مكونات؟ مسك اللي هو التست تيوب او مسك اللي هو خلينا نحكي الامبوله هاي نسيت شو اسمها. حط عليها النيوكليوتايد اللي كانت A و C و G و T. بعدين حط بفر وحط دي ان اي بوليمريز وايضا حط برايمرز اللي هم عشان يعني يحكوا للدي ان اي بوليمريز يلا بلش الشغل هون. بعديها بيرد سيت اوف فورورد اند ريفرس برايمر اند ادد ا شورت سنجل ستاند دي ان اي اوليجو نيوكليوتايد اللي هي البرايمر اللي هي بتكون من 20 ل 30 بير بيسز. اوكي بعديها البرايمر ار كومبلمنتري تو نيوكليوتايد فلاجينج اوبزيت انتو تارجت دي ان اي. زي ما شفنا كانت بالعكس كل بوليمريز بيشتغل بشكل عكس الاخر. الاثنين بيشتغلوا من 5 الى 3, الاسترند تحت كانت من 3 ل 5 فبالتالي برضه بيشتغل من 5 الى 3 ولكن بيشتغل بعكس الاتجاه. الجهاز اللي كانت فيه كل العمليه بتصير اسمه الثيرموسايكلر. فبالتالي رياكشن تيوب از بليزد ان ان انسترومنت كولد ايش الثيرموسايكلر. شو كانت خطوات هاي العمليه او خطوات البروسيس تاعت البوليمريز تشين رياكشن؟ اول شيء صار عندنا شيء اسمه دي ناتشوريشن وكانت على درجه حراره بين 95 ل 96 بين 94 ل 96 يعني 95 سيلسيوس. خلينا نحكي دي ناتشوريشن اللي هي فقط فصل اللي هي بنكسر الهيدروجين بوند بنفصل التو ستراندز عن بعضها البعض. فممكن يجي سؤال يحكي لك والله الهيدروجين بوند احنا باي مثلا خطوه بنكسرها؟ بتقول له على خطوه الديناتشوريشن. او مثلا يمكن يسالك على اي درجه الحراره؟ بتقول له على درجه حراره 95 سيلسيوس. عشان هيك كانت درجه الحراره هون جدا عاليه عشان نقدر نكسر الهيدروجين بوند. الشغله الثانيه اللي هي الانيلينج او الهايبريدايزيشن ان ويتش برايمر هيدروجين بوند وذ كومبلمنتري بيسز at the opposite end of the target sequence. لما بدانا عمليه الانيلينج اللي هو ينحط البرايمر والدي ان اي بوليمريز ينحط ويبلش الشغل تاعه. لما يبلش الشغل تاعه بنسمي هاي الخطوه اللي هي الاكستنشن او الالونجيشن اللي هي التطويل اللي هي بتكون على درجه حراره 65 من 70 ل 75. الانيلينج بتكون من 55 ل 65 ضروري نحفظ درجات الحراره. الاكستنشن حكينا انه هو الدي ان اي بوليمريز بيعمل كوبي للتارجت دي ان اي تاعي. وهاي السايكل طبعا هاي سايكل وحده دي ناتشوريشن اند اكستنشن بتعطيني الضعف. بعديها بعمل كمان سايكل بتعطيني الضعف. يعني بيكون القيمه هي عباره عن 2 قوه ان ان اللي هي عدد السايكل. فبالتالي السايكل هاي لما اعيدها اكثر من 20 30 مره بتقريبا عدد معين من الساعات ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي عدد جدا ضخم. فبالتالي انا ببلش من جين اوف انترست واحد، الواحد بعطيني 2 2 بعطيني 4 4 8 16 32 64 128 200 وهكذا وهكذا وهكذا. فبالتالي هي يعني بشكل لوغاريتمي راح يعطيني عدد جدا ضخم في وقت جدا قصير زي ما انتم شايفين هون. فبالتالي الادفانتجز لحالكم عرفتوها اللي هي can amplify millions of copies of target DNA from a small amount of starting material, أهم شيء in short period of time. وعشان أنا أعرف اللي هو قديش طلع عندي DNA molecules من الملكيول الواحد بتكون المعادلة اللي هي 2 قوة N. N اللي هي represent a number of PCR cycles أو اللي هي polymerase chain reaction cycle. شو التطبيقات على البي سي ار؟ عندنا مجموعه من اللي هي التطبيقات. اول شيء الميكنج دي ان اي بروبس اللي هي البروبس اللي شو كان تعريفها اللي هي سيكونس اوف نيوكليوتايد ويتش از كومبلمنتري تو ذا جين اوف انترست. Studying gene expression, detection of viral and bacterial infection, diagnosis of the genetic condition, detection of trace amount of DNA found in the crime scenes. بشوف مثلا اذا في شعر، اذا في اظافر، اذا في saliva، اذا في blood، اذا في اي شيء بمسرح الجريمه بمسكه وعن طريق البي سي ار بقدر اتعرف على الدي ان اي تاع هذا الشخص. Detection of DNA from fossilized dinosaur tissue اللي هي موضوع الديناصورات والحاجات. ما علينا. ورا برضه يعني نفس الشيء ولكن في سلايد مختلفه.
موضوع الكلونينج للبي سي ار ار عنده ديس ادفانتجز، زي ما عنده ادفانتجز عنده ديس ادفانتجز. الديس ادفانتجز هي بسيطه ولكن صعبه بنفس الوقت. الفكره انه انا عشان اقدر اعمل البي سي ار لازم تكون عندي معلومات ولو قليله عن الدي ان اي سيكونس للجين اوف انترست تاعي. ليش؟ عشان اقدر اشكل البرايمر تاعي. اذا انا ما بعرف ولا شيء عن جين اوف انترست، ما بعرف ولا اي نيوكليوتايد، ما بقدر احط البرايمر. واذا انا ما حطيت البرايمر، الدي ان اي بوليمريز ما راح يعرف يشتغل، فبالتالي ما راح اقدر اعمل بي سي ار رياكشن. سو انا بحاجه اني need to know something about the DNA sequence that flanks the gene of interest to design primer. وزي ما تكلمنا شو اهميه البرايمر، يعني اذا انا ما قدرت اعمله فبالتالي ما راح اقدر اعمل ولا شيء. طيب انتقالا لنا طريقة أخرى اللي هي الفلوريسنت انسايت هايبريدايزيشن. نفس الشيء مش مطلوب منا ال خلينا نحكي البروسيجر، ولكن تقريبا بتشبه الفكرة تاعت اللي هي الكلون هايبريدايزيشن. الفكرة ما فيها انه انا بدي اعمل ايدنتيفيكيشن للجين. نفس الشيء بتعتمد على وجود البروب، بجيب البروب بحطه على اللي هو الدي ان اي، بروح البروب بلزق بالجين اوف انترست لانه بيكون كومبلمنتري له. بعديها مثلا بحط عليه ايثيديوم بروميد، بحط عليه اي داي معينة بيكون راديو اكتيف، بعرضه لليزر. لما اعرضه لليزر راح يضوي وبعرف انه هي جين اوف انترست ايش تبعي. اللي هي الفيش اللي هي فلوريسنس انسايت هايبريدايزيشن بستخدمها لمجموعه من الامور. الطريقه الاولى انه هي تو ديتيرمن ويتش كروموسوم شو فلوريسنس ذات ار الايند اكوردنج تو ذير لينث اند ستيننج باترن اوف ذا كروماتايد تو كرييت ا كاريوتايب. فبالتالي انا بقدر اعرف الكاريوتايب اللي هي عدد ونوع، واللي خلينا نحكي اللي هي الاستراكشر تاع الكروماتايد او الكروموسوم الموجود عندي بناء على الاضاءه اللي بتعكسها الصبغه اللي ملونه فيها هاي الكروماتايد. الشغله الثانيه بقدر اعمل انالايز لجينيتك ديس اوردر، وايضا بقدر عن طريق عمليه الفيش used to determine which cell in a particular organism او organ are expressing the particular mRNA. يعني على سبيل المثال انا عندي البنكرياس، كيف بدي اعرف مين من البنكرياس، انو سيل من البنكرياس تعطيني الامRNA المسؤول عن الانسولين؟ بعرف انه البيتا مثلا سيل الموجوده في الهانجر هاندز في البنكرياس وما الى ذلك عن طريق اللي هي الفيش تكنيك. بالنسبه لبرضه مجموعه من الطرق الاخرى عندي اللي هي ساوثرن بلوتينج. ساوثرن بلوتينج وفي نورثرن بلوتينج، ضروري اميز بينهم بشغلتين جدا 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 مهمين يا جماعه. الساوثرن بلوتينج انا بتعامل مع دي ان اي، النورثرن بلوتينج انا بتعامل مع ار ان اي. الساوثرن بلوتينج تستخدم في العديد من الامور، تستخدم في اللي هي موضوع الجين كوبي نمبر، تحديد الجين كوبي نمبر، تحديد الجين مابينج، جين ميوتيشن ديتكشن، بي سي ار برودكت كونفورميشن، والدي ان اي فينجر برنت. الساوثرن بلوتينج كيف بتشتغل بشكل عام؟ خلينا نحضر فيديو وبنرجع ان شاء الله. Southern blot is used to verify the presence. The southern blot is used to verify the presence or absence of a specific nucleotide sequence in the DNA from different sources and to identify the site. يعني بحكي لك بشكل عام، انا بستخدم اللي هي الساوثرن بلوت عشان اقوم بتحديد اماكن الجين اوف انترست اللي موجود فيه، اللي موجوده داخل الدي ان اي في اكثر من مايكرو اورجانيزم او في اكثر من اورجانيزم. يعني انا عندي اورجانيزم اي بي سي، انا بدي ادور على جين اوف انترست موجود داخل دي ان اي. هسه انا ما بعرف الدي ان اي موجود باي واحد من هذول، فبالتالي بمسك هذول الاورجانيزمز شو بعمل فيهم؟ بروح بكسرهم عن طريق ريستريكشن انزيم. بعديها بمسك هدول القطع وين بحطها؟ بحطها على اللي هي البلوت. فبالتالي عشان هيك سمينا ساوثرن بلوتينج. بلوتينج معناها نقل من الى، او مثلا احطها على منطقه معينه. اول شيء مسكناها حطيناها على اللي هي جيل، اللي هي باستخدام طريقه الالكتروفوريسز. الالكتروفوريسز بشكل او باخر بتكون عباره عن في عندي قطب سالب وقطب موجب موجوده على داخل الجل. الجل بسهل حركه الجزيئات، وبنعرف انه كل ما قل الحجم كل ما زادت سرعه، او ما كل تحركت الامور اللي هي الاجسام بشكل اسرع. الدي ان اي بشكل عام خلينا نتفق على شغله، انه عنده شويه نيجاتيفيتي، لانه خلينا نحكي الفوسفيت الموجودة ضمن النيوكليوتايد بتاعت الدي ان اي عندها شويه نيجاتيفيتي. فبالتالي اذا كان النيجاتيف سايد خلينا هون راح تتحرك للبوزيتيف بهذا الاتجاه. فبالتالي بشغل الالكتريكال كرنت وبطلع عندي هذا المنظر اللي هو بتبلش الدي ان اي يتحرك. هسه بعد ما يطلع عندي هذا المنظر شو بصير؟ بروح يعني بصبغ اللي هو الجين اوف انترست بشيء اسمه الايثيديوم برومايد، اللي هي صبغه من الصبغات. Is then transferred from the fragile gel to a nylon filter.
الفكرة هون انه انا بمسك اللي هو الدي ان اي، بنقله من النايلون، بنقله عفوا من الجل النايلون فايبر. هون صارت عملية البلوتينج اللي هي ساوثرن بلوتينج، اللي هي نقل من الجل للنايلون فايبر. Next, the radioactively labeled nucleic acid probe is added. برضه هون البروب ايضا تستخدم بالساوثرن بلوتينج. بروح بجيب راديو اكتيف بروب، هاي الراديو اكتيف بروب بروح بضيفها على كل الاورجانيزم. هاي البروب اللي هي بتحتوي على السيكونس اوف نيوكليوتايد، which is زي ما حكينا which is complementary to the gene of interest، بتروح بترتبط في الجين اوف انترست الموجود. انا ما بعرف اما يكون في الاي او موجود في بي او موجود في سي. بعد ما ترتبط عليهم يا جماعه الخير، بروح The بعرضه probe لايش؟ bind. بروح بعرضه، بروح بعرضه للي هو مثلا يو في لايت، او بروح بعرضه لاكس راي وما الى ذلك. فهاي البروب بتضوي وبعرف بعمل ايدنتيفيكيشن لهذا الجين اوف انترست وين موجود، في اي To او بي او سي. complementary DNA segments. Note that the DNA segment being probed is not present in organism B. ها مش موجود في الاورجانيزم بي. To detect the position of the radioactive probe, the nylon membrane is covered with an X-ray film. After development, X-ray the positions of the probe become visible. راح يطلع لنا زي ما انتم شايفين هون. هذا هو السالفين بلوت. زي ما شفنا احنا بنتعامل مع دي ان اي، ما بنتعامل مع ار ان اي. طيب استكمل شرح، خلينا نظبط هاي. طيب بالنسبه لموضوع السالفين بلوت، خلينا نرجع نقرا بشكل عام. بحكي لك اول شيء اللي هو بيكون في عندي دي ان اي، هذا الدي ان اي بيعمل له دايجست كروموسوم دي ان اي انتو سمول فراجمنت وذ ان ريستريكشن انزايم. الفراجمنت هاي بروح بحطها على جل الكتروفوريسز. الجل از تريتد وذ الكالين سوليوشن تو دي ناتشر ذا دي ان اي. فراجمنت ار ترانسفيرد انتو نايلون اور نايترو سيلولوز فلتر، وهاي العمليه سميناها البلوتينج. فلتر is bagged or exposed to UV light to permanently attach to DNA. بروح بعرضه ل UV light على اساس انها تضل ال DNA ملزقه في الفلتر. بعديها الفلتر is incubated with a labeled probe. بروح بحط بروب، بعديها هذا البروب بعرضه ل اوتوغرافي، او بكون يعني بيكون معرض ل نوع معين من الاشعه. بعديها راح يطلع عندي number of bands on the film represent the gene copy number. كل ما طلع عندي باند معينة بعرف انه انا في عندي هون الجين اوف انترست اللي بكون موجود عندي. هاي تطبيقات على الامور اللي درسناها سابقا، يعني عندكم على السلايدات اوضح، تقدر تدرسوها وتحفظوها. ننتقل لنوع ثاني اللي هو الاجاروز جيل الكتروفوريسيس، واللي هو نفس ما تكلمنا عنه قبل شوي، هو تقريبا نفس المبدا هون، ولكن بيعتمد على السايز. زي ما عرفنا السايز يا جماعه الخير، هو كل بالجيل الكتروفوريسيس كل ما كان الحجم اقل كل ما كان انتقاله اكثر. يعني على سبيل المثال لو انا عندي سيكونس اوف نيوكليوتايد بتحتوي على 500 نيوكليوتايد، راح تكون المسافه اللي بتقطعها من هون لهون اكبر. لو كانت 1000 اقل، لو كانت 1500 اقل، يعني انا هون عندي محور او عندي هون القطب السالب وهون عندي القطب الموجب. اللي بتحتوي على 500 انتقلت مسافة أكبر، اللي بتحتوي على 1000 انتقلت مسافة أقل، 1500 أقل و2000 انتقلت هاي المسافة فقط. فبالتالي بتعتمد على السايز وبتعتمد على التشارج خلينا نحكي، ولكن الدي ان اي كلياته بميل للنيجاتيفيتي تشارج خلينا نحكي. لارج فراجمنت مايجريت سلولي زي ما تكلمنا، سمول فراجمنت مايجريت فاستر. تراكينج داي از ادد تو سامبلز تو مونيتور دي ان اي مايجريشن ديورينج الكتروفوريسيس. بروح بحط داي، وهي الداي بالغالب بتكون الاثيريوم برومايد. دي ان اي كان بي فيجواليزد افتر الكتروفوريسيس باي اديشن اوف دي ان اي ستيننج دايز اللي هي الاثيريوم برومايد، اللي هي انتركاليت بتوين دي ان اي بيس بيرز اند اتس فلوريسس اندر الترا فايوليت لايت اللي هو اليو في. ذن ا بيكتشر كان be taken to document the gel result. باخذ صوره وبكون موجود عندي كيف تحركت هاي الدي ان اي فراجمنتس. كله نفس الفكره. هسه في عندنا كمان طريقه اللي هي restriction mapping gene structure. في شيء يعني اسمه اللي هو restriction map. هذا restriction map يا جماعه بايش بفيدني؟ بفيدني انه انا عندي مثلا جين معين، انا عندي دي ان اي سيكونس او نيوكليوتايد سيكونس معينه، انا هاي بدي اعمل لها شيء اسمه ريستريكشن ماب. ببساطه شو بعمل؟ بحط عليها الريستريكشن سايت، الريستريكشن انزيم عفوا، وين ما الريستريكشن سايت يعمل عفوا وين ما الريستريكشن انزيم يعمل كات بتكون هاي هي ريستريكشن سايت. بعمل عليها بين بوينت. شو يعني بعمل عليها بين بوينت؟ انت لما تطلب اوبر او تحط على جوجل مابس على البن، نفس الشيء بحط بين بوينت على restriction site. فبالتالي cut cloned gene with restriction enzyme to pinpoint location of the cutting site. شو بستفيد من هالشغله؟ بستفيد انه knowing restriction map is useful for making clones of small pieces of DNA which is
called subcloning. بدل ما اعمل انا مثلا كلونينج للجين اوف انترست اللي بيحتوي على نيوكليوتيد انا مش بحاجه لها، لا والله بصغر هذا الشيء وبعمل شيء اسمه سب كلونينج، فبالتالي بخلي فيه نوع من السبيسيفيسيتي اكثر. الشغله الثانيه، these small pieces of DNA can be sequence. شو يعني sequence؟ في شيء اللي هو بنسميه الدي ان اي سيكونسينج. الدي ان اي سيكونسينج بشكل عام هو تكثير الدي ان اي اللي بيحتوي على الجين اوف انترست تاعي. نفس الشيء، خلينا نروح نحضر فيديو وبنرجع. DNA sequencing is the process of working out the order of the building blocks or bases in a strand of DNA. Before we can sequence the DNA, it has to be cut up into smaller pieces that are inserted into plasmid DNA and then put into bacterial cells. This makes it DNA sequencing is the process of working out the order of the building blocks or bases in a strand of DNA. Before we can sequence the DNA, it has to be cut up into smaller pieces that are inserted into plasmid DNA and then put into bacterial cells. This makes it possible to produce lots and lots of copies of it as the bacterial cells multiply. The DNA is then isolated from the bacteria and sent for DNA sequencing is the DNA sequencing is the process of working out the order of the building blocks. DNA sequencing is the process of working out the order. DNA sequencing is the process of DNA sequencing is the process of working out the order of the building blocks or bases in a strand of DNA. Before we can sequence the DNA, it has to be cut up into smaller pieces that are inserted into plasmid DNA and then put into bacterial cells. This makes it possible to produce lots and lots of copies of it as the bacterial cells multiply. The DNA is then isolated from the bacteria and sent for sequencing. The isolated DNA is transferred to a plate where the sequencing reaction will take place. A mixture of ingredients is added. These include free DNA bases, A, C, G, T, DNA polymerase enzyme, and DNA primers. Modified DNA bases labeled with colored fluorescent tags are also added. These are called terminator bases. To start the sequencing reaction, everything is heated to 96 degrees Celsius. This separates the DNA into two single strands. The temperature is then lowered to 50 degrees. This enables the DNA primers to bind to the plasmid DNA. The temperature is then increased to 60 degrees and the enzyme DNA polymerase binds to the primer DNA. DNA polymerase starts making a new strand of DNA by adding unlabeled DNA bases to the target DNA. It continues to add DNA bases until a terminator base is added. These terminator bases have been chemically altered so that no more bases can be added to the new strand of DNA. Once a terminator base is added, the DNA polymerase enzyme stops making DNA and falls away from the strand. Everything is then heated to 96 degrees Celsius again to separate the new DNA strand from the original strand. This process of heating and cooling is repeated again and again to produce lots of fragments of DNA of different lengths. The length of each fragment depends on when a terminator base got added.
To read the sequence of the DNA, the various fragments are separated by length using a process called electrophoresis. A capillary tube is lowered into each well of the plate and an electrical charge is applied. This causes the negatively charged DNA molecules to move through the capillary tube. Each capillary contains a porous gel. The shorter fragments of DNA move through the gel more easily than the longer DNA fragments. As a result, the fragments become arranged by size from the shortest to the longest. As the DNA fragments come to the end of the capillary, a laser makes the terminator bases light up. The color is detected by a camera and recorded. Each terminator base is labeled with a different color. A fluoresces green, C blue, G yellow, and T red. The shortest DNA fragments will be read first and the longest read last. The sequencing machine records the color of the terminator bases as a series of colored blocks. Each colored block represents the labeled terminator base at the end of each fragment of DNA. By converting the colors into letters, we get the sequence of our piece of DNA. طيب يا جماعة هذا هو موضوع الـ DNA sequencing. نتمنى يكون يعني صار واضح من الفيديو. خلينا نشرح السلايدات. الـ DNA sequencing بحكي لك هو important to determine the sequence of nucleotide of the clone gene. زي ما شفنا هو عبارة عن بيعتمد على المبدأ تاعه chain termination sequencing. شو المبدأ تاعه؟ chain termination إيش sequencing. ليش termination؟ زي ما شفنا في واحدة من النيوكليوتايد كان الراس تاعها شوي مطعوج، فبالتالي عملت termination. شو اللي خلى الـ يعني ما تعمل نيوكليوتايد معها؟ شو اللي خلى انه هذا الـ يعني صار في نوع من الطاجة فعليا خلينا نسميها؟ الفكرة ما فيها انه اذا احنا رجعنا للستركتشر تاع الشجر تاع النيوكليوتايد بيكون الـ الكربون اللي على نمبر 2. اصلا احنا ليش سميناها دي ان ايه؟ دي اوكسي ربونيوكليك اسيد. دي اوكسي اللي هي على كربون رقم 2 في اكسجين راحت فبنسميها دي اوكسي. اما النيوكليوتيد المطعوجه على الكربون رقم 3 الاصل انه يكون في اكسجين. الاصل انه يكون في اكسجين يعمل فوسفوداي استر بوند مع الفوسفيت اللي بعديه، يعني او مع الاو، او مع البي عفوا، بعديها البي بتعمل فوسفودايستر بوند مع الاو اللي بعديها الشجره التحتيه، وهكذا كيف بيرتبطوا النيوكليوتيد مع بعض. هنا انا في عندي اتش، فبالتالي ما بتعمل فوسفودايستر بوند مع النيوكليوتيد اللي بعديها اللي هي الفوسفيت، فبالتالي عشان هيك يعني عملها بالفيديو على اساس انها مطعوجه، فبالتالي ما بتعمل فوسفودايستر بوند مع النيوكليوتيد اللي بعديها، وبالتالي بتعمل تيرمينيشن. فبالتالي المبدا هو عباره عن تيرمينيشن سيكونسينج. شو الريكويرمنت او شو الاشياء اللي حطها او المكونات اللي حطها داخل هذا العمليه؟ ريكويرد سنجل ستراند برايمر، حط برايمر اللي هو انيلينج تو دي ديناتشورد دي ان اي تمبلت، اند ذن رياكشن تيوب اولسو كونتين اربعه اللي هي الدي نيوكليوتايد تي بي اس اللي هي الاي والسي والجي والتي. دي ان اي بوليمريز حط، وايضا حط اللي هو دي اوكسي ريبونيوكليك اسيد اللي هي الداي دي اوكسي ريبونيوكليك اسيد اللي هي شو اللي هي الاربعه الخربانات حكينا او المطعوجين، which is has a 3 برايم اللي هي 3 على الكربون رقم 3 H instead of OH on the deoxyribose. So it can't form a phosphodiester bond with the incoming nucleotide and so it's get ايش terminated. جدا جدا مهم هذا المبدا يا جماعه الخير، لازم نفهمه منيح. طيب شفنا احنا الساوثرن بلوتينج وعرفنا انه هذا له علاقه مع الدي ان اي، هسه بدنا نشوف اللي هو النورثرن بلوتينج. النورثرن بلوتينج هو بيسك ميثود سيميلر تو ساوثرن بلوتينج، ولكن الفكره انه ايش بيكون على ار ان اي. نفس الشيء، ار ان اي از ايزوليتد فروم تيشو اوف انترست سيبريتد باي جيل الكتروفوليسز بلوتد انتو ا ميمبرين اند هايبريدايزد تو ليبل دي ان اي بروب، بنحط بروب عليها اكسبوزد باند اون اللي هي اوتو راديوغرافز شو بريسز اوف ام ار ان اي فور جين اوف انترست از ويل از size of mRNA و can compare and quantify amount of mRNA presence in the different tissues. نفس فكرة الساوثرن، ولكن هاي احنا بنشتغل مع ال RNA مش ال DNA. طبعا ال studying the gene expression. طيب هسا بدنا ننتقل لموضوع اخر اللي هو studying gene expression. studying gene expression انه انا بدي اعرف هل هذا الجين تاعي هو صاير له down regulation up regulation، شغال حاليا مش شغال وما الى ذلك. في عندنا ميثود
اسمها Reverse Transcription PCR أو زي ما عرفها أنا بالكومبلمنتري DNA Libraries، إن هي بتعطيني من mRNA ل DNA. وبالبريز تشين رياكشن هو بكثر لي الدي ان اي اوف انترست اللي بكون موجود عندي، فبالتالي يوز تو ستدي ام ار ان اي ليفل وين ذا ليفل اوف ديتكشن از بيلو ذان اوف نور اوف ذا نورثن. فبالتالي جهاز بيستخدم لتحويل الماسنجر ار ان اي لكومبلمنتري ار ان اي. فبالتالي البروسيجر تاعته شو هي، او خلينا نقرا لهون بعدين نقرا البروسيجر بشكل ملخص. هي من ام ار ان اي بطلع كومبلمنتري دي ان اي باي ريفرس ترانسكريبشن، بعديها الكومبلمنتري دي ان اي بعمل له سيبريشن باي اجروز جيل الكترو فوريسز، بعديها بلوتينج باي نورثن بلوتينج، بشوف شو موضوع اللي هو بحط عليه بروب طبعا اللي هو بيكون ليبل بعطيني ضوء معين، بعديها بطلع عندي كوانتيتي، بشوف هاي الكوانتيتي اذا كانت كثيره بحكي اه والله هذا الجين صاير له اكسبريشن، صاير له ابريكيوليشن، اذا كانت قليله بعرف انه هذا مش صاير له اكسبريشن. فبالتالي ايزوليت ام ار ان اي اند يوز ريفرس ترانسكريبتيج تو ريفرس ترانسكريبتيز تو ميك ا دبل ستراند من الكومبلمنتري دي ان اي، بعديها يوز بي سي ار تو امبليفاي ريجن اوف ذا كومبلمنتري دي ان اي وذ ا سيت اوف برايمري سبيسيفيك فور جين اوف انترست. البرايمر بدها تكون هي تشتغل على الجين اوف انترست، عشان هيك حكينا لازم نعرف قليل عن الجين اوف انترست عشان نصنع البرايمر بناء عليه. بعديها بنمسك هذا اللي هي الامبليفاير كومبلمنتري دي ان اي بنحطه على الاجاروز جيل الكتروفوريسز، بعديها determine expression pattern in the tissue. فبحكي لك amount of the complementary DNA produced in reverse transcriptase polymerase chain reaction reaction for gene of interest reflect the amount of mRNA and level of the gene expression. قد ما طلع عندي آخر إشي على الجيل electrophoresis خلينا نحكي gene of interest بيكون الجين هذا صار له expression أو لا. فبالتالي هاي جدا مهمة ريفيرس ترانسكريبتيز بوليميريز تشين رياكشن، ضروري نعرفها. في طريقة ثانية اللي هي طبعا هذا ايش، هذا احنا بنجيب يعني الام ار ان اي بنعمله كومبلمنتري، بعديها بنحطه على البوليميريز تشين رياكشن، بعديها بنحطه على الجيل الكتروفوريسز. هاي لا، هاي خلال عملية البوليميريز تشين رياكشن احنا بنقدر نعرف الاكسبريشن، فبالتالي هي ريل تايم أو كوانتيتيف اللي هي يعني طريقة بقدر أدرس من خلالها موضوع الإكسبريشن خلال عملية اللي هي البوليميريز تشين رياكشن. So can quantify application amplification reaction as they occur in real time. Need special thermal cycler that use a laser. فبالتالي هي بتحتاج يعني special thermocycler مش أي واحد. That use a laser to scan a beam of light through a top bottom of each PCR reaction. بتحتاج جهاز معين عنده ليزر معين. Each reaction tube contain ether, a dye containing probe or DNA binding dye that emits fluorescence light when illuminated by laser. بتحتوي على probe أو بتحتوي على صبغة معينة بتم تمييزها عن طريق الليزر. Light emitted by dyes correlate with amount of PCR product amplified. يعني كمية الضوء اللي بتم انعكاسه بعكس لي كمية اللي هو ال product اللي أنا طلعتها عن طريق ال PCR. Light is captured by the detector with relays information. فبالتالي اللايت اللي بيطلع بيتم تحديده عن طريق ديتكتور to the computer to provide a readout of on amount of fluorescence، وبعديها بتتحول على شيء مبرمج على الكمبيوتر. إضافة إلى ذلك readout is plotted and analyzed to quantitate the number of PCR product produced after each cycle. وعن طريق الكمبيوتر بقدر أعرف المعلومات النهائية وقديش أنا طلع عندي PCR product، وبالتالي قديش مقدار الإكسبريشن للجين اللي هو موجود عندي. هاي هي الطريقة بشكل أساسي. الطريقة الثالثة أو الطريقة اللي بعديها اللي هو إشي بنسميه الجين مايكرو أريز. الجين مايكرو أريز طريقة جدا جدا مهمة وجدا ضروري نفهمها يا جماعة الخير. عشان نفهمها خلينا كالعادة نروح نشوف فيديو وبنرجع. Researchers first remove samples from both the uninfected plant and the plant infected with the virus. mRNA is extracted from each of the plant samples. The mRNA is then reverse transcribed into more stable complementary DNA called cDNA. The infected sample is fluorescently labeled red, while the uninfected sample is labeled green. At this point, in many microarray experiments, the two cDNA samples are combined. The combined sample of fluorescently labeled cDNA is applied to the microarray chip. The
cDNA from the sample binds to its complementary sequence of DNA bases on the chip. We know that the pieces that are fluorescently labeled will stick tightly to the correspond with a laser, activating the capture the data. The chip is scanned with a laser, activating the fluorescent dyes in the sampled cDNA. A computer captures this information, calculates the ratio of red and green on each spot, which indicates which genes are expressed in the uninfected and infected plant samples. طب هذا هو الجين مايكرو أري. عشان نعرف شو هو مايكرو أري إيش يعني؟ أري اللي هي الصينية هاي اللي شفتوها اللي كانت ملونة. مايكرو حجمها صغير. أو خلينا نحكي تشيب، هي التشيب هي هاي يعني القطعة اللي هي طبعا حجمها بالمايكرو جدا جدا صغيرة. بتكون بتحتوي على ثقوب معينة أو أريز خلينا نحكي. كل واحدة من هاي الأريز بيكون فيها دي إن إيه، تمام؟ من الدي إن إيه شو بدنا نعمل عليها؟ هسا بنحكي. شو البروسيجر تاعت المايكرو أري بشكل عام؟ هي أول إشي extract mRNA from tissue of interest and then عن طريق إيش اللي هو reverse transcriptase بجيب اللي هو الكومبلمنتري دي إن إيه تاعها is synthesized from mRNA and labeled with fluorescent dye أو البروب بعديها أو dye خلينا نحكي تمام labeled complementary DNA is incubated overnight with an array where it hybridizes with different spots on the array that contain complementary DNA sequence. زي ما شفتوا كانت هاي الأري اللي هي الـ أو خلينا نحكي الـ يعني المنطقة اللي فيها الثقوب هاي أو السلايد كانت بتحتوي على spots دوائر كل دائرة بتحتوي على complementary DNA sequence. هاي اللي هي الثقوب أو السبوتس أنا مسكت الكومبلمنتري دي إن إيه سيكونس وغطيته فيها وحطيته طول الليل incubated overnight. بعديها كان هاف اوفر يعني هي بتقدر تحتوي على تقريبا 10,000 سبوت اوف دي ان اي حجمها صغير ولكن تحتوي على عدد كبير من السبوتس. الري از واتشد اند سكاند باي ليزر ذات كوز كومبلمنتري دي ان اي هايبريدايز تو اري تو فلوريس تو اري تو فلوريس يعني بعديها بغسل هاي الاريز وبعرضها لليزر معين فبتصير تضوي هاي الاريز فلوريسنس سبوت ريفيل ويتش جين وير ريجوليتد اند انتنسيتي اوف فلوريسنس انديكيت ذا ريلاتيف اماونت اوف ذا جين اكسبريشن كل ما وحده من هاي اللي هي خلينا نحكي الكومبلمنتري دي ان اي اللي انا حطيت عليها داي راحت ارتبطت مع اللي هي الدي ان اي سيكونس اللي موجود على سبوت معين وحطيت عليها ليزر راح تضوي هاي الكومبلمنتري دي ان اي لما تضوي هاي الكومبلمنتري دي ان اي بعرف انه انا هي هنا عندي الجين اوف انترست تاعي وكل ما كان مقدار الانتنسيتي اللي هي شدة الإضاءة عالية بيكون صاير upregulation أو صاير expression عالي كل ما كانت الإضاءة قليلة بيكون في عندي downregulation أو في عندي expression إيش قليل طبعا هاي المايكرو أري جين مايكرو أري enable research to study all of the gene expressed in a tissue إن إيش بتكون بشكل very fast خلينا نحكي والهدف منها أيضا إنه أنا أقارن زي ما شفتوا بالفيديو هو أخذ mRNA من infected بكتيريا بعديها أخذ mRNA من اللي هي خلينا نحكي بكتيريا طبيعية ليش في هاي الحالة هو بده يقارن هذه اللي هي المايكرو أري أو الجين تشيب بتقدر تعطيني أو بتقدر تسمح لي إن أنا أقارن mRNA أو الجين إكسبريشن لأكثر من أورجانيزم بنفس الوقت زي ما نشوف حاليا فبحكي لك مايكرو اري از كرييتد وذ ا يوز اوف سمول جلاس مايكروسكوب سلايد زي ما شفنا سنجل ستراند دي ان اي مولكيول ار سبوتد اون ذا سلايد يوزينج اراير اراير اللي هو الشيء اللي انا يعني بحط الدي ان اي بكل سبوت من هاي السبوتس الموجوده عندي طبعا عن طريق ايش مش الانسان عن طريق كمبيوتر كنترول روبوت ارم بدك يكون شيء بالملي انت قاعد بتتعامل فبالتالي روبوت بحط هاي الشغلات which fixed DNA اللي هي multiple copied of complementary DNA at different spot on the slide which is recorded by a computer. زي ما حكينا موضوع الجين مايكرو أريز بيخليني أدرس خليتين مع بعض. Common to do micro array in which you compare two different condition with two different color dyes. واحدة مثلا بلونها أخضر واحدة بلونها أحمر. One for treatment and other for control condition زي ما مثلا على سبيل المثال شفنا. بعديها laser is scanned at different wavelength for each probe. أو مثلا يعني كل مثلا اللون الأحمر إله طول موجي معين بروح بحط ليزر بطول
طول الموج تاع الاحمر وبشوف الضوء الاحمر قديش الانتنسيتي تاعته، بعدين بحط ويف لينث الى اللون الاخضر وبشوف اللون الاخضر قديش الانتنسيتي تاعته على سبيل المثال. طبعا مثال على هذه الشغلات اللي هي ايش، اكزامبل ستدي ذا جين اكسبريشن ان اكسبريشن ديفرنس بتوين كانسر سيل اند نورمال سيل to look for gene possibility involved in cancer progression. على سبيل المثال يمكن اجيب انا normal cell واجيب cancer cell واشوف شو يعني شو اللي بيخلي ال normal cell تتحول ل cancer cell، شو الجينات المختلفة، شو الجينات اللي بالcancer cell اللي صار لها upregulation عن ال normal cell. فهمتوا كيف الفكرة؟ يعني انا بس بشوف شو ال expression genes اللي او الجين اللي صار لها expression، شو الفرق بينها ال normal cell وبين ال cancer cell، وبعديها ممكن اعمل دراسات واحل موضوع ال cancer. result of such studies can possibly lead to new drug therapies to combat cancer and other diseases. وهي الطريقة بتقدر ايضا تعطي لي اني انا انتج مجموعة من الادوية الجديدة وما الى ذلك. انتقل لنا لموضوع جديد اللي هو اشي اسمه gene mutagenesis studies. هذا بيشبه إشي اسمه جين نوك أوت اللي موجود في الشابتر الأول اللي حكينا بتدرسوه لحالكم. جين نوك أوت كان الفكرة بما فيه إنه أنا بجيب جين معين موجود مثلا بالفار وموجود بالإنسان، بروح بعمل نوك أوت لهذا الجين، بروح بعطله وبشوف الفانكشن شو والله خرب في 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 الفار، بطل يشوف، بطل يسمع، بطل ينتج البروتين الفلاني، خرب عنده العضي الفلاني وما إلى ذلك. وعن طريق هذا الجين نوك أوت بقدر أعرف الفانكشن تاعت هذا الجين. على سبيل المثال أنا مثلا عملت نوك اوت لجين معين مثلا بطل افراز الالبومين، خلاص بعرف انه هذا الجين مفروض مسؤول عن افراز الالبومين، بروح بعمله ايزوليشن وبحطه في مثلا بكتيريا معينه بصير انتج البومين وبيعه للناس على سبيل المثال، بعرفش اذا هذا الحكي موجود ولا لا. طيب نفس الشيء الميوتوجينيسيس، انا بروح بعمل ميوتيشن، بغير النيوكليوتايد في الجين اللي انا بدي اعرف شو الفانكشن تاعه، فبالتالي هو to study structure and function of a protein produced by a specific gene. الفكرة انه site directed mutagenesis, a mutation created in a specific nucleotide of a cloned gene contained in a vector. Gene is then expressed in cell which result in translation of a mutation protein. بروح بحطه على السيل بعمل ترانسليشن وبعطيني ميوتيشن بروتين. This procedure lets research study effect of a mutation on protein structure as well as provide information about which nucleotide are important for a specific function of a protein. بقدر أعرف أنو nucleotide من السيكونس تاع الجين اوف انترست اللي بعطيني البروتين الفلاني مسؤول عن الفانكشن تاع البروتين، فبالتالي بقدر اعرف السبيسيفيسيتي تاعت اللي هو انو النيوكليوتايد بعطيني الفانكشن تاع هذا البروتين. Very useful in helping identification critical sequence in a gene. بقدر من خلاله احدد الكريتيكال سيكونس اللي هي السيكونس المهمين جدا اللي بعطوني الفانكشن تاعت البروتين مثلا that produce protein involved in a disease. فبالتالي على سبيل المثال انا بكون مثلا عندي ديزيز معين، بروح بعمل ميوتوجينيسيس في جين معين بروح هذا الديزيز، فبالتالي بعرف انه هذا الجين هو مسؤول عن انتاج الديزيز الفلاني، فبعالجه عن طريق ان انا اعطل او اعمل ميوتيشن في هذاك الجين وما الى ذلك. طريقة أخرى عشان ندرس الموضوع الجين إكسبريشن اللي هو ميثود تستدي جين إكسبريشن اللي هو الRNA interference، تكلمنا عليه بالفيديو الأول اللي هو حكينا نوع من أنواع الريجوليشن لموضوع الMRNA اللي هو translation وما إلى ذلك. شو الRNA transference؟ هو عبارة عن أنه أحيانا بيكون عندي mRNA اللي هو يعني messenger RNA، أو عندي مثلا RNA في عندي إشي اسمه antisense RNA أو messenger RNA. زي ما انتم شايفين هون أنا عندي مثلا السيلولار mRNA العادي مرتبط عليه antisense RNA strand، فبالتالي رح يعطيني double strand من الRNA. أنا هنا ما عندي DNA، عندي double strand RNA، بنرمز له بالرمز اللي هو وين موجود هون اللي هو DSRNA تمام. can be bound by dicer enzyme. في عنا انزيم اسمه دايسر، هذا الانزيم بروح بيقطع الدبل ستراند ار ان اي لمجموعه من النيوكليوتايد، بتكون كل يعني كل مجموعه من النيوكليوتايد كل مجموعه او سيكونس بيكون عباره عن 21 ل 25 نيوكليوتايد. شو بنسميهم؟ بنسميهم شورت انترفيرنج نيوكليوتايد اللي هم اس اي ار ان اي، شورت انترفيرنج ار ان اي. هاي الشورت شورت انترفيرنج ار ان اي بتروح بترتبط ببروتين شو اسمه ار ان اي inducing silencing complex اللي هو الريسك، اسمه ريسك، خلينا خلاص نطلق عليه اسم ريسك. الشورت انترفيرنج ار ان اي بتروح ترتبط في الريسك
وبروحوا هدول الاثنين مع بعض وين؟ بروحوا على سنجل ستراند من الار ان اي تمام، وبرتبطوا عليها وبيعملوا لها ديجريديشن ريسك ان وينت اللي هو الدبل ستراندد ار ان اي ريليزنج سنجل ستراند ار ان اي ذات بايند كومبلمنتري ام ار ان اي بايندينج of short interfering RNA مع ال mRNA lead to degradation of mRNA by slicer enzyme. Slicer enzyme slicer enzyme هنا عنا dicer enzyme هنا عنا slicer enzyme or block translation by interfering مع الرايبوسوم. نفس الرايبوسوم ممكن يتفاعلوا معه، وهاي العملية حاليا احنا بنستخدمها عشان نعمل slicing لجين معين او silencing عفوا لجين معين. فزي ما انتم شايفين هون currently developing technique to use RNA to silence gene expression. خلينا نشوف فيديو توضح الامور وبنرجع ان شاء الله. Silencing complex involves two steps. طيب زي ما انتم شايفين هون عندي السيلولار ام ار ان اي العادي وفي عندي الانتي سنس، هذول شكلوا دبل ستراند من 5 ل 3 وهون من 5 ل 3 برايم. بعديها اجى عندي ايش اللي هو الدايسر انزيم. الدايسر انزيم بيقطع وبتكون كل جزء تقريبا من 21 الى 25 او 24 نيوكليوتايد زي ما تكلمنا. بعد ما يقطعهم راح يرتبط اللي هو الشورت انترفيرنج ار ان اي مع الريسك انزيم تمام. لما يرتبطوا مع بعض راح يروحوا على ايش اللي هو السيلولار ام ار ان اي بيرتبط معاه. لما يرتبط معاه شو بيعمل؟ بيعمل له ديجريديشن وبحلله. هنا تقريبا عمل له سايلنسنج، هي هاي ببساطة شديدة بس. يعني مهمة جدا نفهمها ونعرفها، مهمة هاي السلايد. طيب نفس الشيء هسا انتقالا للحكي اللي حكيناه كله قبل بدنا خلص يعني نسكر ونبلش في موضوع جديد كليا، موضوع له علاقة بالجينومكس اللي هو علم الجينات خلينا نحكي، وبدنا نتكلم شوية صغيرة عن البايو انفورماتيك، وبدنا نتكلم آخر شيء عن الهيومن جينوم بروجكت وعن الجين بانكس وخلص نسكر الفيديو إن شاء الله. الجينومكس، شو هو الجينومكس؟ علم الجينات أو اللي هو العلم المختص بالكلونينج سيكونسينج and analyzing the entire genome. The entire genome شو هو؟ اللي هو كل الدي ان اي الموجودة في السيل تاعت الأورجانيزم. Then cloning, sequencing and analyzing the entire genome. Whole genome shotgun sequencing or shotgun cloning. يعني كل الجينوم بشكل عام. في عنا تعريف آخر اللي هو البيوانفورماتيك. البيوانفورماتيك اللي هو merging molecule biology with computer technology. بنعرف انه المولكيولر بيولوجي او علم الجينات بشكل عام او العلوم بشكل اساسي صارت كثير كثير كثيره، فبالتالي لازم احنا ندخلها داخل الكمبيوتر. العلم اللي بيجمع بين اللي هو العلم الحاسوب مع العلم البيولوجي الجزيئي وما ذلك بنسميه ايش؟ البايو انفورماتيك. تعريف مهم جدا ترى، يعني الدكتور ممكن يجيبه. فبالتالي an interdisciplinary field that applies computer science and information technology to promote an understanding of biological process. بتسرع وبتسهل عملية فهم اللي هو molecular biology. Application for bioinformatics عندنا اللي هو الداتا database للstore sharing obtaining the maximum amount of information related to the gene structure, gene sequencing and expression or protein structure and function وما إلى ذلك. عندنا كمان مصطلح آخر اللي هو الجين بانك. الجين بانك اللي هو public data base. public data base يعني احنا قاعد بنحكي انه اي حدا منا بيقدر يفوت عليه ويشوف المعلومات الموجودة فيه. هي معلومات موجودة للجميع. كل المعلومات اللي لها متعلقة في الجينات او الجين اكسبريشن او مثلا الجين اوف انترست الفلاني شو النيوكليوتيد المسؤول عنه وما الى ذلك، حطوه في شيء اسمه اللي هو الجين بانك. هو public data base of DNA sequences and contain national institute of health collection of DNA sequence. مسؤول عنه بشكل عام اللي هو او يعني من اشهر البنوك خلينا نحكي اللي هو المينتين باي ناشونال سنتر اوف بايوتكنولوجي انفورميشن. يعني على سبيل المثال ناخذ مثال بسيط، ال خلينا نحكي الاوبيزيتي جين. الاوبيزيتي جين اللي هو موجود في الهيومن موجود بالشكل التالي. الاوبيزيتي جين الموجود في المايس تقريبا او هو نفسه الجين الموجود في الانسان تقريبا، يعني بشكل خلينا نحكي يعني
99% او 98%. فبالتالي انا بدل ما اروح اعمل دراسات على الاوبيزيتي جين تاع الانسان واغلب الانسان ممكن اقتله ويمكن يدخل في الموضوع شويه افكس، بروح على الاوبيزيتي جين الموجود في اللي هو جين البدانه او النصاحه اللي موجود في الفار، بعمل عليه الدراسات اللي بدي اياها، وبالتالي يعني بسهل الدراسات ويعني ما باخذ حياه انسان وبطلع من موضوع الافكس والاشياء الاخلاقيه وما الى ذلك. انتقالا لموضوع جديد كليا اللي هو The Human Genome Project، اللي هو خلينا نحكي مشروع تحديد الجينوم تاع الانسان، اللي هو بدنا نعرف كل السيكونس تاعت الدي ان اي تاع اللي موجوده في الجينوم تاع الانسان. بلشوا شغل عليه هذا المشروع بال 1990 وخلصوه بال 2003 او 2005 هلا بنعرف. اشتغل عليه تقريبا 20 سنتر في اكثر من 18 دوله، منهم الصين، فرنسا، المانيا، بريطانيا، اليابان والولايات المتحده الامريكيه، وبعض ايضا الكومبيتيتور اللي هي كانت شركات بحد ذاتها أسماءها موجودة عندكم هنا. الهدف منه هو عبارة عن International Cooperative Effort، اللي هو تجمع للجهود عالمية عشان نحدد all human genes and to sequence all the base pairs of the 23 human chromosome، اللي هو عشان نحدد كل النيوكليوتيد سيكونس اللي موجودة في الكروموسوم تاع الإنسان. بشكل عام شو الهدف منه أو شو سبب هذا المشروع؟ الهدف منه إنه analyze genetic variation among human. This include this the identification of the single nucleotide polymorphism اللي هو السنابس زي ما تكلمنا على الاس ان بي. الهدف منه انه انا عندي تقريبا زي ما تكلمنا 99.9 من الجينوم تاع الانسان متشابه، في فقط 1% او 1 بالـ10% مختلف. الهدف من هذا الهيومن جينوم بروجكت انه انا اجد هاي السنابس واعرف كل انسان قديش بفرق عن الثاني، واشوف المعلومات او شو المخاطر اللي اقدر اتجنبها من خلال معرفة هاي المعلومة. Map and sequence the genome of model organism including bacteria, yeast, roundworm وما إلى ذلك. يعني بشوف اللي هي نفس الشيء sequencing لمخلوقات أخرى. Develop a new laboratory technology such as high powered automated، يعني أنتج مجموعة أيضا جديدة من التكنولوجيا تاعت اللابوراتوري. طبعا هو هذا distributed genome information among science and the general public. طبعا هذا الـ يعني المشروع يعني متاح للجميع، لجميع العلماء والجميع الببليك. Consider the ethical, legal and social issues that accompany the HGP اللي هو Human Genome Project and Genetic Research. طبعا عائد لموضوع القوانين والأخلاقيات وما إلى ذلك. طبعا الهيومن بروجكت جينوم زي ما حكينا هو خلص بال 2003، قدروا انهم يعني يعملوا ماب للهيومن جينوم واز كومبليتد. اكتشفوا انه في عندنا 20,000 بروتين او عندنا 20,000 جين مسؤول انه يعمل كودينج لبروتين، يعني في 20,000 جين كودينج فور بروتين، خلينا نحكي لهم الاكسونز هذول، اذا كونسيستينج اوف 20,000 بروتين كودينج جين. طب انا بعرف انه في عندنا 30,000 جين، وين العشرة الباقيين؟ هذول ما بيعملوا البروتين، بيعملوا another خلينا نحكي types of RNA أو mRNA، فبالتالي 10,000 different type of RNA. Map was complete with virtually all bases identified and placed in their ordered and potential gene assigned to chromosome. جبنا الكروموسوم اللي هو 23 و 23 كروموسوم وعملنا التالي، شفنا انو من الكروموسومز هذول بيحتوي على جينز اكثر شيء. اكتشفوا انه الكروموسوم رقم 1 هو بيحتوي على اكثر عدد من الجينز، واكتشفوا انه الواي جين او الواي كروموسوم اللي هو رقم 23 يعني بيكون بيحتوي على اقل عدد من الجينز. زي ما بنعرف الكروموسوم فيه أوتوسوم اللي هو أول 22 كروموسوم، وفي عندنا الكروموسوم رقم 23 اللي بيكون إكس أو واي. فبالتالي واي اكتشفوا إنه أقل كروموسوم بيحتوي على الجينات. طب شو استفادوا أو شو الأشياء اللي طلعوا فيها من الهيومن جينوم؟ اكتشفوا إنه نيرلي 50% من الجينز ما عندها أي فانكشن لحد الآن، مش عارفين شو الفانكشن تاعتها 50% من الجينز. اكتشفوا أيضا إنه the human genome consists of approximately 3.1 مليار base pairs، يعني أنا في عندي 3 billion bases أو نيوكليوتيد، خلينا نحكي the genome النيوكليوتيد يعني pair يعني نيوكليوتيد مقابل لبعضها. the genome is approximately 99.9 the same between individual of all nucleotides،
تمام او ناشوناليتيز خلينا نحكي سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم اللي هي سنابس ار اند كوبي نمبر فاريجيشن such as long deletion insertion and duplication of the genome account for much of the genome diversity identified between humans. هي هاي السنابس اللي هي عند نيوكليوتايد زياده عند نيوكليوتايد ناقصه عنده امينو اسيد زياده امينو اسيد ناقص كله هذا ايش يا جماعه هو هذا اللي بيعطيني السنابس الاختلاف بين الافراد. less than 2% of the genome codes for genes. يعني اقل من 2% من الجينوم بتقدر كودز فور جينز فهي هاي الاكسونز يعني انا عندي 98% انترون و2% اكسون فعشان هيك بكتشف اهميه الكومبلمنتري دي ان اي لايبريز اللي بتستثني الانترونز وبتعطيني فقط اكسونز اللي هي خلينا نحكي دي بروتين او ار ان اي كودينج جينز. The huge majority of our DNA is non-protein coding زي ما تكلمنا and the repetitive DNA sequence account for least 50% of non-coding DNA. The genome contains approximately 20,000 من البروتين كودينج جينز وفي 10,000 اللي هم بيعطوني يعني بيقدر يقرأ أو codes for different types of RNA. Many human genes are capable of making more than one protein, allowing human cell to make at least 100,000 protein من فقط 20,000 جين. فبالتالي أنا بعرف بقدر يعني أتوقع إنه أكثر من بروتين بقدر أنتجه من جين واحد أو جين واحد قادر على إنتاج أكثر نوع من البروتين لأنه أنا عندي تقريبا 100,000 نوع بروتين وبالمقابل عندي 20,000 جين بيقدروا يعملوا كودز للبروتينز. كروموسوم 1 contain the highest number of genes زي ما تكلمنا وكروموسوم Y بيحتوي على أقل عدد من الجينز. Many of the genes in the human genome show a high degree of sequence similarity to gene in the another organism اللي هم 99.9 أو خلينا نحكي يعني في كثير جينات متشابهة بينه وبين مخلوقات أخرى يعني خلينا نحكي thousands of human diseases genes have been identified and mapping to their chromosome location. كثير من الأمراض آلاف الأمراض قدرنا نحدد المكان اللي داخل الجين هو مسؤول عنها فبالتالي بقدر أعالجها جينيا بدل ما أضل أعالجها بيش بالأدوية. وبناء على تعريفنا إنه كل ما العلم زاد 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 كبر يعني العلم لازم أقسمه لعلوم أصغر منه فبالتالي من علم الجينومكس طلع عندي مصطلح الأوميكس اللي هو العلوم خلينا نحكي أو علم فبالتالي طلع عندي علم اسمه بروتيومكس اللي هو علم المختص بالبروتينز علم اسمه ميتابوليمكس اللي هو study of protein enzymes pathway اللي بتكون موجودة في السيل ميتابوليزم الجلايكوميكس أو جلايكوميكس اللي هو علم الكربوهيدرات الترانسكريبتوميكس اللي هو studying all genes transcripted in the cell مصطلحات مهمة جدا ميتاجونوميكس اللي هي analysis of the genome of organism in an environment فارماكوجينوميكس اللي هي customized medicine based on personal genetics profile for a particular condition يعني ممكن انا ادخل على الهيومن جينوم تاع سين من الناس اعرف انه عنده من السنابس في عنده جين معين مش موجود عند غيره مثلا ممكن يعالج السرطان فبالتالي بخلق له دواء او بخترع له دواء يشتغل على هذا الجين فبالتالي عن طريق الفارماكوجينومكس العلاقه بين الميديسن والجينات تاعت البني ادم واخر شيء عندي اللي هي النيوتروجينومكس اللي هي علم المختص ب والانتر اكشن بتوين جينز اند الدايت اللي هو الاكل والجينات وايضا من الاشياء بقدر استفيدها من الهيومن بروجكت جينوم انه انا بقدر اعمل شيء اسمه كومباراتيف جينومكس اللي هو مقارنه امسك الماب اعمل مابينج اند سيكونسينج للجينوم لاورجانيزم اخرى واقارنها بالجينوم تاع الانسان ممكن من خلال هذا الشيء احصل على مجموعه من المعلومات استفيد منها شخصيا على سبيل المثال في عندنا شيء اسمه اللي هو التول لايك ريسبتر بيكون موجود احد التول لايك ريسبتر او شيء زي كذا موجود في اورجانيزم معين هذا التول لايك ريسبتر الجين تاعه ساعدني اني انا افهم الانيت اميونيتي ان ذا هيومن او اقويها او ما الى ذلك فبالتالي allows researchers to study gene structure and function in this organism in way to design to understand gene structure and function in other pieces including human يعني انا مثلا بشوف مثلا على سبيل المثال بنشوف مثلا حيوان او organism ما بمرض بروح بدور على هذا الجين اللي مسؤول على انه الحيوان هذا ما يمرض تمام وبروح بعمل له خلينا نحكي isolation وبحقنه داخل الهيومن او داخل الفئران او داخل المستشفى يعني الاشياء اللي بنشوفها احنا بالافلام علم الجينات وما الى ذلك ممكن يكون فعلا يعني له مستقبل خلينا نحكي اخر شيء بدنا نتكلم
عنه انه بعد ما طلعوا موضوع الهيومن بروجكت جينوم صارت كثير بروجكتس تطلع. عندنا هون مجموعه من خمس بروجكتس خلينا نتكلم عنهم بشكل سريع. اول واحد اللي هو الهيومن ايبيجينوميك بروجكت، وهو عباره عن انه يعني يطلع لي مابس للايبيجينيك تشينجز ان ديفرنت سيل اند تيشو تايبس. طلع عندي بعديها الانترناشونال الهاب ماب بروجكت، طلع عندي اللي هو الانسايكلوبيديا اوف دي ان اي اليمنتس، بعديها طلع عندي البيرسونالايزد جينوم بروجكت، وطلع عندي اللي هو الكانسر جينوم بروجكت اللي هو جدا جدا مهم، ماب امبورتمنت جينز اند جينيتك تشينجز انفولد ان كانسر. على سبيل المثال هذا البروجكت ممكن انت تعمله وتكتشف انه مثلا بعد 10 20 سنه ممكن يكون عندك يصير عندك كانسر، فبالتالي بتقدر تعالج موضوع الكانسر من الان. فبالتالي الكانسر جينوم بروجكت بنحدد نوع الكانسر عن طريق معرفه الجينوم، يعني الجينوتايب عفوا، وبنشوف شو الجين يلي صار فيها تغير. او مثلا بمسك الكانسر سيل وبعمل لها كانسر جينوم بروجكت، بشوف شو الجين اللي تغير في هاي الكانسر سيل، وبحاول مثلا افهم شو التغيرات اللي صارت عليه، وبالتالي بقدر احاول مثلا ارجعه لطبيعته، فبالتالي بتكون عندي قدره ان انا اعالج السرطان وما الى ذلك. باذن الله هيك بنكون خلصنا الشابتر الثالث شرح. موفقين ان شاء الله سبحانه وتعالى. الله يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.